اليوم احنا عند ام بي سي اكاديمي، خلينا نشوف كيف طريقه شغلهم وخلينا ناخذ اكثر فكره عن تجارب الاداء عندهم. احنا الان قاعدين نسوي تجارب اداء لدورين نسائيه في احد افلام ام بي سي ستوديوز اللي هي تعتبر عالميه باذن الله خلال السنوات القادمه. خلال الاسبوعين القادمه كمان حيكون عندنا تجارب اداء للادوار الرجاليه، وباذن الله خلال الشهر القادم عندنا ادوار اطفال. جيت من الشرقية دوبي واصلة، خدت القطار وجيت. I'm so excited. حنشوف كيف حيكون، لسه ما بدأت الاوديشنينج but I'm sure it's gonna be so much fun. I thought your point is the الهدف هو يعني حضور التجارب الأداء، المساعدة في التقييم لمستوى الأداءات. إحنا من لا تنقصنا المواهب، هو بس المواهب محتاجة بس إنه أحد يلاقيها يعثر عليها ويتبناها فقط، ولا المواهب دائما موجودة الحمد لله. إحنا في بلد يزخر بالكثير من المواهب الشابة. قدمت بتجربة الأداء عن طريق أول ما أعلنت ام بي سي أكاديمي في حساباتها السوشيال ميديا. تجربة رائعة بصراحة، فريدة من نوعها. شكراً لك. السنة الجاية حيكون عندنا كمان فرص مختلفة وكثيرة. الآن في فرصة عظيمة جداً للموهوبين وللناس اللي حتى اللي بدوا يشتغلون إنه يطورون مهاراتهم. إن وصلنا لمرحلة جيدة، بس عشان ننتقل للعالمية ونقدم نفسنا للعالم ما يكفي الاجتهاد، لازم يكون في شيء مرتب منظم له هدف واضح. ام بي سي أكاديمي أعتقد إنهم يقدمون فرص عظيمة جداً. أفضل طريقة تقديم هي عن طريق الموقع www.mbcacademy.me. وأيضاً أنا أشجع الأشخاص يتابعونا بشبكات التواصل، لأنه دائماً نحط كل الفرص حقت التدريب والتأهيل والكاستنج كولز اللي كمان كانت جزء منها هذه كلها حطيناها في السوشيال ميديا.